المشكلة الأزلية بتاعتنا كلنا إن إحنا مش عارفين إزاي نذاكر. طب إحنا لو اتفقنا مع بعض على شوية حاجات كده نحاول نطبقها وإن شاء الله تجيب نتيجة بإذن الله معاكم. أنا دكتورة ندى شعبان، هنعمل مع بعض 3 فيديوهات هنتكلم فيهم سريعا كده في كل فيديو عن شوية حاجات هنقولها مع بعض تساعدنا إن إحنا ممكن نذاكر بطريقة مظبوطة. طبعا الكلام هيبقى موجه اكتر للصيادله بما ان الجروب والصفحه بيبقوا موجهين ليهم بشكل كبير، وما ان احنا داخلين على موسم الامتحانات فحبيت اوضح لكم شويه نقط يمكن تساعدكم شويه في انكم تعرفوا تذاكروا صح وتفتكروا اللي انتوا بتذاكروا. زي ما قلت لكم كلامنا هيتقسم على 3 فيديوهات عشان ما نطولش في كل فيديو، وهنتكلم على 19 نقطه. ما تسألونيش ليه 19 مش 20، ما اعرفش، بس انا لما كتبتهم طلعوا معايا 19، فاحنا هنتكلم مع بعض عن 19 نقطة ونبتدي مع بعض. ما تخافوش من الرقم، احنا هنتكلم سريعا عن كل نقطة، وزي ما قلت لكم متقسمين بسرعة على 3 فيديوهات. اول نقطة معانا، اي حاجة بتشتت انتباهك ما تخليهاش جنبك. اهم حاجة طبعا كلنا عارفينها هو الموبايل، فرجاء لما تيجي تذاكر ما تحطش الموبايل جنبك. طيب انا محتاج الموبايل اتفرج فيه على مثلا حاجات هتوضح لي شغلي او هتوضح لي المذاكره، خلاص يبقى انت عارف ان ايدك ما تتمدش ولا على الواتساب ولا على الفيسبوك ولا انستجرام ولا اي حاجه من الحاجات اللي بتشفط الوقت حرفيا واحنا بنذاكر. طيب اسيطر على نفسي ازاي؟ لازم انت كشخص تسيطر على نفسك. انا دلوقتي داخل اذاكر، هقعد في مود المذاكره، ممنوع ايدي تتمد خالص على اي حاجه من الحاجات دي، خلاص يبقى انا كده خلاص حطيت لنفسي سيستم وهمشي عليه. تاني نقطه معانا، ويمكن كلنا بنقع في النقطه دي، ان احنا بندخل على طول نذاكر. طب انا اصلا ما قريتش الاول، هو انا لازم اقرا؟ بصراحه بقى انا اكتشفت المعلومه دي مؤخرا ان القرايه قبل ما نبتدي بتفيدنا كتير جدا في الحفظ بتاع المعلومات. بمعنى ان انا مثلا عندي تشابتر مثلا او عندي جزء من محاضره انا هذاكره او عندي مذكره بذاكرها، المذكره دي المفروض ان هي عباره عن 20 صفحه. الافضل انك تقرا ال 20 صفحه الاول قرايه سريعه، يعني حتى لو اخدوا منك 10 دقائق. طب وانا بقرا كده يا دكتوره ده انا في حاجات كتير مش فاهمها، مش مهم خالص، مش مشكلتنا، مش مهم تفهم كل اللي بتقراه في اول قرايه. اول قرايه دي هتساعد العقل على انه يستذكر المعلومات لما تيجي تحفظ بعد كده. يبقى اول خطوه معانا ان احنا فتحنا وقرينا قرايه سريعه حتى لو اخذت مني من 10 دقائق لربع ساعه. وانت بتقرا هتلاحظ ان انت في بعض المعلومات شبكت كده في دماغك او افتكرتها لو انت حضرت المحاضره مع الدكتور، هتلاقي في حاجات كده بتشبك معاك بطريقة غريبة، وده اللي احنا بندور عليه. لو شبك معايا 10-20% من المحاضرة انا كده كسبان. تمام، تالت حاجة بتساعدنا على ان احنا نفتكر المعلومات ان احنا نكتب. عارفين لما مثلا انا دلوقتي مثلا ذاكرت مثلا جزء معين في الفارما، في ادوية كتير جدا دخلت في بعضها، فانا همسك الورقة والقلم واروح كاتب بخط منعكش بخط مفعكش، متفرقش معانا كتير. اهم حاجة ان انت تكتب المعلومات اللي انت بتقولها من المذكرة. تمام، تكتب 1 كذا 2 كذا 3 كذا وتروح ايه مراجع مع نفسك كده، في الاخر خلصت هتقطع الورق وترميه، مش مشكلتنا خالص. تمام، لكن ده بيساعد جدا على ان المعلومة تركز في دماغك وبعدين تروح كاتبها تاني لحد ما تحس ان انت خلاص المعلومة ثبتت معاك بشكل كبير. هل ده بياخد وقت؟ لا، هو انت كده كده بتقرا او انت كده كده بتسمع لنفسك، وانت بتسمع بقى كتابيا كمان معاك، يعني صوت وكتابة في نفس الوقت. رابع تركة بقى، ودي من التركات الحلوة جدا بصراحة اللي أنا بحب أعملها دايما وأنا بذاكر، وكنت بعملها من زمان كانت بتفيد معايا كتير. اشرح لنفسك. والله بجد اشرح لنفسك، ده يعني ايه؟ بيخليك ان انت تفتكر المعلومة بطريقة مرحة شوية بدل الطريقة المملة اللي بنذاكر بيها. يعني ايه بقى اشرح لنفسي دي؟ عامل ايه يعني؟ هتعمل حاجة، هتتخيل ان انت قدامك مجموعة من الطلبة وان انت الدكتور بتاعهم وان انت بتعمل لهم نوع من انواع المذاكرة وبتذاكر معاهم اكنك بتسمع له. فتروح قايل مثلا الدور على مين؟ الدور على فلان، واخترع اسامي، قول كده الدور على فاطمه، الدور على منى، وابتدي سمع ليهم اللي انت عملته، وكمان خليهم يردوا عليك. بجد ما بهزرش، الموضوع ده فعلا بيفرق كتير، يعني حتى ممكن تغير اصوات وتبتدي انت اكنك بتلعب مع نفسك كده، وتبتدي تلاقي نفسك المعلومه ثبتت في دماغك ان مثلا فلان جاوب على الحته الفلانيه وفلان جاوب، كلها تمثيليه ومسرحيه انت عاملها بنفسك كده جوه المذاكره، بتعمل جو كده من المرح كده شويه بدل الجو الممل اللي احنا بنذاكر فيه. طبعا محدش يضحك على الطريقه دي، جربوها الاول وبعد كده شوفوا الفرق الكبير اللي هي بتعمله فعلا. الطريقه دي بتخليك تسمع اللي انت بتقوله، وفي نفس الوقت كمان كتمثيل بتخليك تفتكر معظم اللي انت بتدرسه. خامس حاجه معانا، افهم اللي بتذاكره. وعارفه طبعا ان في مواد عندنا في الكليه غير قابله للفهم، وانا مقتنعه بكده تماما زيكم بالظبط. يعني في بعض المواد احنا كنا بنذاكرها لمجرد ان احنا يعني عايزين ننجح ونعدي، ف
المواد دي بقى هيبقى حلها ان انت تحاول بقدر الامكان تقسمها وما تاخدهاش على بعضها، وفي نفس الوقت تحاول تحط علامات كده تفكرك بيها. اي علامات؟ يعني مثلا تقول الحته دي مثلا انا مثلا كنت في الفايتو او في الكوجنسي كنت بعمل علامات مثلا في الاسامي زي ما احنا بنعمل كده، معرفش مين ده على اسم طنط فلانه، الاسم العيله الفلانيه على اسم معرفش مين، عادي جدا مفيش اي مشكله خالص، انت اهم حاجه تفتكر، فاهمني؟ بس فهي الفكره كلها انكم تحاولوا تخلقوا جو ممتع شويه في المذاكره في المواد الغتته اللي ملهاش حل. تمام. طيب ندخل بعد كده على النقطه السادسه والاخيره في الفيديو الاول بتاعنا. انت عارف بقى ان انت ممكن كمان تسجل بصوتك الشرح للحاجه اللي بتلخبطك وتسمعها طول ما انت قاعد لحد ما تحس انك خلاص المعلومه ثبتت، وعلى فكره فعلا بتثبت. بمعنى ايه؟ يعني انا مثلا في جزئيه مثلا في حاجه معينه انا بنساها على طول، يعني اكتر حاجه بنساها، ودي مثلا حته مهمه جدا، اروح فاتح الريكوردر على الموبايل واروح مسجلها ان مثلا المعلومه الفلانيه دي 1 2 3 واسمعها وانا في الميكروباص، وانا اسمعها وانا في البيت، اسمعها وانا في الاوضه لحد ما الاقي الحته ثبتت معايا بشكل كبير. وعايز اقول لكم ان دي طريقه ممكن تكون بتاخد وقت شويه، ممكن ما تمشيش مع كتير مننا، بس على فكره هي برضو في ناس ممكن تحب الطريقه دي، فحبيت برضو ان انا اقولها لكم. احنا كده خلصنا الفيديو الاول بتاعنا، والمره الجايه نكمل كلامنا في بقيه الطرق اللي ممكن تساعدكم في المذاكره. ولو لاحظتوا انا ما بحبش كلام التنميه البشريه وكلام الانشا بتاع نذاكر ازاي، انا بحب اجيب لكم الطرق اللي ممكن فعلا انتوا تحسوا ان انتوا ممكن تعرفوا تذاكروا بيها، لان دي طرق فعلا انا اتعلمت اذاكر بيها على مدار سنين الدراسه، وحتى لما ذاكرت دراسات عليا اكتشفت طرق جديده، وده كله ضفته معايا في الفيديوهات اللي انا بعملها لكم. واتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وان شاء الله نكمل الفيديو الجاي.